السلام عليكم. لمع وصفات والدتكم خبز المقلة، خبز سهل على السريع غير في المقلة، ويجينا خبز ما شاء الله. نبدأ بالطريقة مباشرة. راح نحتاجه كأول شيء 4 كيسان تاع الفارينة اللي هي 500 غرام، إذا نعبر 4 كيسان، نحتاج معها مغرفة كبيرة تاع السكر مع مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز. إذا نخلط هذه المواد الجافة، يعني 4 كيسان هي 500 غرام. من بعد ما نخلط هذيك الخميرة والسكر ندير لهم كمية تاع الملح مع حوالي 4 كاس تاع الزيت فقط، نديرو في العجينة تاعنا ونبدا ندخلها، نبقى نزيد في المدافي عفوا حتى تتلملي العجينة تاعنا. طبيعة الحال اللي تحب تخدم بالبيتخان تقدري تخدمي بالبيتخان، اذا نبقى نلم في العجينة تاعنا حتى تتلم. بعد ما لميت العجينة تاعي نلموها شوية تلصق، نجيبها امامي وندلكها شويه حوالي دقيقتين ثلاثه تتشد روحها. اذا ها هي العجينه تاعي بعد ما دلكتها حوالي دقيقتين ثلاثه. حسيتي انها تتلصق لك بزاف، رشه تاع فارينه ونتي فريتيها. اذا ها هي العجينه تاعنا معانا، جينا تحسيها رطبه نعاود نرجعها للغيسيبيون تاعنا، نغطيها ندلها شويه تاع الفرينه باش ما تلصقناش. اذا نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح على الاقل 30 دقيقه. بعد ما خمرت لي العجينه تاعي ها هي، خليتها حوالي 45 دقيقه، يعني كاقل شيء خلوها نص ساعه. اذا ها هي معانا خمرت، نحكمها امامي ونقسمها على ثلاثة، ندير شوية تاع الفارينة، اذا نقرصهم مليح. اذا قسمت العجينة تاعي على 2 فقط لان المقلة تاعي شوية كبار. اذا هنا نحكم هذه الاولى ونقرصها ونستعمل الحلال، ندير لها شوية تاع فارينة ونفتحها على حساب الكبر نتاع المقلة تاعي. يعني شوفوا هذوك البنابل اللي في العجينة تاعنا، هنا تعرفوا باللي العجينة راهي خامرة وراهي مخدومة مليح. اذا ها هي معايا الخبزه، هنا عندي مقله ها هي معنا، دهنتها بالزبده وندير هذيك الخبزه تاعي في المقله الداخل. اذا بهذه الطريقه ونغطيها ونخليها تخمر، نغطيها بطرشول. نفس الشيء مع الخبزه الثانيه نديرها في هذه المقله. ها هما معايا درتهم في المقله، اذا نغطيهم ونخليهم حتى يخمروا مليح. بعد ما خمر الخبز ها هو معنا خامر، هنا نشعل النار، نشعل النار تكون قليله وهذا الكانون متوسط يعني ماشي الكبير، نار قليله، ونحط المقله تاعي فوق النار بسم الله. اذا ها هي معنا المقله، ولازم نغطوا المقله تاع الخبز. نغطيه، مام إذا كان الغطاء كبير على المقلة ما يهمناش، إذا نغطيه هكذا باش تطلع يعني مع السخانة والبخار راح تطلع لنا مليح. إذا نخليها تطيب على نار قليلة.
اذا ما من الخبزه الثانيه درتها على الكانون الثاني، نقصت لها النار كامل ونخليها تطيب. اذا من بعد نضرب عليها طله، راح تصيبي الخبز تاعك لازم النار تكون قليله، راح تصيبي الخبز تاعك نشف من الفوق، يعني كي تمسيه ما تصيبيهش عجين، تصيبيه ناشف. الخبزه تاعك فاش نقلبها نجيب طبسي، اذا نحطها في هذاك الطبسي، ندير شويه تاع الزبده في المقله، غير شويه فقط يعني مسحه خفيفه، اذا من بعد نقلب الخبزه تاعي في هذيك المقله. اذا شوفوا كيفاش حمرت لنا رائعه، نعاود نديرها الطيب ونقلب الثانيه بنفس الطريقه. هنايا الخبزه تاعي نقلبها، ها هي طابت من تحت حمراء وحمراء من جهتين، اذا نضفي عليها حتى الخبزه الثانيه. اذا ها هي معايا، شوف كيفاش طابت، روعه روعه روعه. نخليها تبرد شويه ومن بعد نقسمها كيف كيف. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده. شوفوا الخبز تاعنا كيفاش جا، ما عندكش عذر، ما عندكش فوق تقدر ديريه في المقله، ما عندكش طاجين تقدر ديريه في المقله، ولا اسهل. اذا ها هو معنا واجد، راح نقسم لكم منه شويه هكذا باش تشوفوا القوام تاع هذا الخبز كيفاش عامل. اذا بسم الله، ويجي خفيف، يجي طري، يجي رائع. متاكده انه اذا جربتوه راح بزاف يعجبكم. اذا شوفوا الداخل كيفاش جانا، جا خفيف، جا مفشفش، شوف كيفاش جا، والله غير قطن يا البنات، قطن، روعه روعه روعه. اذا ها هو معنا الخبز تاع نهار اليوم، نتمنى انكم تجربوه، اكيد راح ينال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفتنا السهله البسيطه، والى اللقاء.